معايا بنت عندها ضمور في المخ مش عارفه اعالجها، ومعايا اربع عيال تاني غيرها، بنتين عرايس ولا عارفه اجوزهم، وابوهم طفش مني من ايام الثوره وهو طفش مني، ومش عارفه وقاعده ببيت اهلي ولا عندي شقه ولا عندي حاجه خالص، والدنيا ملطشه معايا، وبنتي كل ما يجي لها عريس ولا عارفه اوافق ولا عارفه اعمل حاجه بسبب ان انا مش بايدي حاجه. اسمك ايه يا ماما وتليفونك وعنوانك؟ اسمي ناديه كامله عبد العليم احمد عطيه، ساكنه في بيت ابويا في بلوك 7 مدخل 1 شقه 2 في مساكن التبين. عندك تليفون؟ عندي تليفون 012 29 32 67. شكرا.